ما زلنا مستمرين مع السلسلة المميزة جدا موبايلات جبارة، سعرها نزل وبقت صفقة ممتازة أكتر من ما كانت أصلا في الأول ممتازة. وخلينا على طول كده نخش في تفاصيل الفيديو، بس قبل ما نخش على الفيديو يا صاحبي اخبط اللايك، اخبط الاشتراك، وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. مدلعك الأسبوع ده 7 فيديوهات، ودلوقتي خلينا نخش على الفيديو. اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد من قناة امك ريفيوز، وخلينا على طول نخش على اول موبايل. ده موبايل للناس الرايقة اللي عايز اندرويد خام، اندرويد بدون اي اضافات، والموبايل سعره رخيص جدا حوالي 2030 جنيه، وهو النوكيا 3.4. موبايل من الاخر هيديك اداء، انا بتكلم هنا على اداء يومي. لو انت شخص رايق عايز موبايل من براند محترم، عايز اداء يومي ممتاز، عايز 64 جيجا ذاكرة داخلية و4 جيجا بايت رام، وعايز كاميرات مقبولة، ومش باصص لبقية مكونات الموبايل، انت من الاخر شخص بتفكر في الاداء. ويا ريت بقى لو انت عايز تشتريه لحد يكون كبير في السن كده، انزل على طول اشتري الموبايل ده لانه بقى صفقه كويسه جدا. اما بالنسبه لتاني موبايل بقى، وهو ريدمي نوت 10 اس. ومن الاخر ما تشتريش الموبايل ده غير لو انت شخص بتحب الالعاب، شخص بتحب الالعاب وعايش شقه مولد، وبتدور من الاخر كده على ريدمي نوت 10 وعايز مواصفات النوت 10 ومش لاقيه، فالنوت 10 اس هو البديل ليه. سعر الموبايل دلوقتي للنسخه 6 64 جيجا ذاكره داخليه 3300 جنيه، وبرده هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن، والحق اشتريه من الاخر قبل ما الاسعار تغلى، لان احتمال كبير الريدمي نوت 10 اس سعره يغلى شويه عن كده. اما بقى بالنسبه للموبايل اللي بعده اللي يعتبر صفقه ممتازه جدا، ده موبايل خاص بالشخص اللي بيحب شركه سامسونج. لو انت من محبين سامسونج وسوفت وير سامسونج، فعندك موبايل ممتاز جدا من شركه سامسونج على فئته السعريه. مش هتفكر في حته القيمه مقابل سعر، انت عايز موبايل من سامسونج، فالاي 03 اس موبايل ممتاز جدا لو انت بتدور على موبايل من شركه سامسونج. سعره حاليا 2350 جنيه، يعتبر نزل عن الاول بكتير، سعره كان واصل فوق ال 2500 جنيه. ومن اهم حاجات بيقدمها لك الموبايل ان بيقدم لك 4 جيجا بايت رام، 64 جيجا ذاكره داخليه، والاول مره بتشوفها من شركه سامسونج في الفئه السعريه دي. ده زائد كمان ان انت من الاخر معاك بطاريه ممتازه كبيره هتدوم معاك لوقت طويل، وعندك كمان شاحن من نوع تايب سي، وعندك ميكروفون ثانوي لعزل الضجيج. فلو انت بتفكر في موبايل محترم من شركه سامسونج وانت محب لسامسونج، الموبايل ده يعتبر صفقه ما ينفعش انك تفلتها. اما بالنسبه لاخر موبايلين معانا في الفيديو اتكلمت عنهم كتير، وهو ريلمي 7 وريلمي 7 برو. الموبايلين لسه سعرهم ثابت لحد دلوقتي، 4100 جنيه للريلمي 7 و 4700 جنيه للريلمي 7 برو. لو انت بتفكر في موبايل من ريلمي للالعاب في حوالي 4000 جنيه، ريلمي 7 بيقدم لك تجربه ممتازه جدا وسوفت وير خرافي، مش هتلاقي حاجه زي كده، سلاسه و90 هرتز اي بي اس، شغل محترم وعالي جدا، وشاحن خرافي 65 واط. اما لو انت عايز تسوي شويه وتاخد موبايل بشاشه اموليد محترمه من شركه ريلمي، فعندك الريلمي 7 برو بيقدم لك من الاخر كل حاجه موجوده في الريلمي 7 ما عدا المعالج اتغير بقى سناب دراجون 720 جي، ومفيش فرق كبير ما بينهم غير في نقطه الالعاب حاجه بسيطه لصالح الريلمي 7. وعندك هنا شاشه اموليد 60 بدل الاي بي اس 90. وبصراحه الموبايلين دول انا بحبهم جدا، ويعتبروا موبايلات ممتازه وصفقه قويه جدا، فعلى طول برضه هسيب لك اللينكات تحت في الديسكربشن. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، فما تنساش اللايك، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد، وكالعاده اشوفك الفيديو الجاي. سلام.